يا هلا متابعينا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ صلوا على محمد وآل محمد. يا ولد، اول شيء اليوم حطيت حلات، امس حلبه حطيت حلات، فاليوم شدتهن قالوا لي شيلهن وهاي لازقهن، فالجو حار. انا الفرخ يلهث الصبح ويلهث صغير فاتح حلقه، فشلت الحلات ونظفت البرجيجه كنسه خفيفه. وهاي الطيور من الحر صار بيها هيك يعني تفتر، يعني ما تقدر تشلب بالعوده، تشلب وتوقع بالقاع. اكو بين كم تك كلبن ويوقع بالقاله جوا خرطان، ما يقدر، ما اعرف شنو بيهن. فحطيتين الثوم وهاي بال على شويه لطيهه، وهاي الكبار عم حار هسه شنو بالخمسه الصبح، ترى ما اخذ لهم يمكن خمس فرات او سته شويه، فاتحه حليتها الطيور ما فاتحه حل، طالع شويه فاتحه حليتها. الجو حار كلش. طبعا هو يقول لي ليش الطيور ما تحط هنا؟ عمري، اول شيء تريد طيورك ما تحط، عندك محطات تعلم الطيور وهي صغار على المحطات وهي نسلها دام او هي مدنبسه، المهم تعلمها على المحطات، وتعلم اكل الطيور هنا، اكل الطيور تعلمه كله على المحطات، لا تعلمها فوق، لا تعلمها بالبرج، الاكل علمه هنا، اكل الطيور علمه هنا. فمن تعلمه هنا الطير دوم ما يحط بعده لاي بيت، بس انا طيرهن يتعبن شيء ما يحطن هنا ابد، كله هنا على البرج، حطني هنا هنا يحطن هو هنا، هذا مكانهن يحطن بيدوم ما يحطن بغير مكان. ف سووها وجربوها وشوفوا، ويعني طير دائما طايره يعني مو شبعان طايره، لا تريقه اطيه بس الغروب قبل لا تسد علينا او شيء، عشين بس عشان يعني زين، والصبح طيرها وشوف مطيارها، يعني حتى يختلف مطيارها ذا بس تعشيها، يعني ذا بس طيرها يعني مطيارها يختلف اذا تطيها اكل الصبح، اضل تضرب داير بس عليك. بس اذن طيور يعني بعد ما طيرها جزء خلي صراحة ثلاثة أيام أربعة ما أعرف إيش بيهن والله. يا ولد شكركم على الدعم، ورحمة الله والديكم، واللي أريد أن أعطيكم بس لايكات وتعليقات هواية واشتراكات، ما اشتركت أنت 70% و 80%، يدخلون يشاهدون الفيديو بس ما يدخلون يشاهدون، ما مشتركين بالقناة، فالأريد منهم يشتركون بالقناة في دور وحدكم. خلونا نوصل 20,000 بأقرب وقت، تمام؟ هاي هنا أقرب ما نتسيد مهما استثاراتكم بعدين، وقلنا يعني الله ما أعرف بين هالسان يقلكم ياهو هنا هاي الطيارة، وبعد اكو بين اكو هاي مكحكلة شوفونها هم يعني مو زينة حتها، وبعد شمتك هم شفت هنا يعني، بس ما أعرف صعدات لعل العودة ما ينشافن. يلا الله يعوضنا، الله يعوضنا. أريد أن أكون معكم مسافر في القناة، تفعيل الجرس، وهاي راح الطيور ما الصيد ورا الزيارة هسه ما أطبق، إذا أردت تطبق هسه بس الفحلة بالخانات، وأنا نروح زيارة ما حد يلهى الطيور، فورا الزيارة يلا أطبق الطيور بالخانات، ورا الزيارة يلا أطبق بالخانات الطيور أحسن لي، يعني أحسن مهم. وذن الطيور يعني بالخانة بولنديات يعني مال نياشين، فراح اخليها للنيشان شاملي، والبولندي ذاك بس لحظة، والبولندي ذاك وهاي ذا الكاميرا هذا هو اثنين كل ربع فرخ، كلها بسطح كلها امها بنات هاي الطيور، كلها هاي امهاتها. هاي شوفوها طال كلها وكلها مفكوكة واصل بيها، انتم شايفين مطيار ان شاء الله بالموسم يلعبن جولة ان شاء الله، اذا ظلن ان شاء الله ان شاء الله يظلن معي، بس انا باترها لان ديولها متولكة، ديولها تعبانة كلش، وهنا اليوم البطل عجب ما صاح، انتم يعني هذا مو هنا صحيح، هذا الجو اللي هنا صحيح بالحديقة، ايش بيك ما صحيح اليوم؟ شكو اكو شيء تموت. شوف هذا مالتني، هذا البطل عصفور ترى، فراح انهي الفيديو، ما اشتركوا في القناة خليه يشترك، لان ماكو فيديو مطيارة يعني شطيرة لكم، الجو حار بالخمسة الصبح وحارة. يلا عمري باي.